مشروع حق اخر شيء يعني حقتنا حطيتي على السرير ها. نعم. الحمد لله الان يلا خلصنا منه. اي والله ايه ان شاء الله احسن الحمد لله. وش برنامجك الحين اللي رحت القصيم؟ برنامجي ان شاء الله اني اروح البيت وريا ان شاء الله واحتفل لاني والدراسة. ايوه اي لازم امتحانات توها. اي ان شاء الله على نهاية هذا الشهر. اي جايتك ان شاء الله. ان شاء الله تنجحين تعلميني. ان شاء الله. المستوى والتقدير اللي اخذتيه. المستوى الاول انا 97. ما شاء الله. 75. وان شاء الله في الامتحان الاخير 100%. ان شاء الله. ان شاء الله. وتعوضين النقص اللي صار. ان شاء الله. ثلاثة دي ما نبغاها. ان شاء الله. 97 تنقص ثلاثة ما نبي، نبي 100%. ان شاء الله. قولي ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. أنت موفقة دائما و... وأعمالك كلها خيرة إن شاء الله. إن شاء الله. نشكرك على الزيارة، جيتي من بعيد وزرتينا. أنا اللي أشكرك الصراحة، أنا سمح لي وهذا أكبر دعم لي بالنسبة لا بالعكس. وش اللي تبين الحين ندشنا؟ ندشنا الإنستغرام. يلا أحد من الإخوان بيساعدها؟ اللي عندك يعوض. أحد منهم بيساعد أسماء؟ أنتم جاسي ولا ماشيين؟ ها؟ سلام عليكم. هلا وش عندكم؟ دكتور؟ سم هلا سم طالب وهي بدشنا الموقع؟ إي تفضل ساعدنا وش نسوي بس؟ هنا كليك وين؟ هنا؟ أيوه. طيب نقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله. تمام. هذه نبدأ. اي نعم معروف. شكرا لك. شكرا لك. موفقين. اهلا وسهلا. صح عندك المشروع؟ ها؟ تشرح لك المشروع، تقدم لك المشروع. اي خلنا نشوف وريني كيف وريني اياه. تصور بالجوال زي لك ها؟ أحسن كيف أعرف كيف طابعتها ها؟ تمام في نسخة للسيدي لي شكرا. كل مشروع فيه تحمل جسمنا الميكروبات الداخلية أي كوريات يهدم البيضان تحمي الجسم من الميكروبات الداخلية عمرها 7 ساعات ثانيا كريات الدم الحمراء وسميت يعني أنا اليوم سعيد إني أشوفك في الرياض جاي من مسافة بعيدة من القصيم فضل من رب العالمين سبحانه وتعالى اللي شافك في القصيم قبل فترة ما يصدق إنك الآن أنت اللي في الرياض الآن هذا بفضل الله وثم بفضل عزيمتك وإصرارك وتوجهك لهذا الأمر بثقة واستعداد أنت مثال للبنت السعودية اللي تستطيع فعلا إن شاء الله أن تعمل أعمال كبيرة جدا الله يعطيك لأنك أنت مثال صحيح وصادق ويعيش أمامنا واضح فأنا جيتك في المستشفى هناك كنت على سرير المرض وبعد فترة والله الحمد فضل رب العالمين أنت الآن في الرياض تمشين على رجليك وجاية من مسافة بعيدة صح ولا لا؟ صحيح فهذه نعمة من رب العالمين قلت لك تعالي بالطيارة مرتب لك تجين بالطيارة قلت لي لا أنا بجي أتمشى بالسيارة صحيح ووصلت الحمد لله سليمة وطيبة وعشتي في الرياض الليالي اللي مرت وإن شاء الله تعيشين الليالي الجاية إن شاء الله على كيفك ومحلك الله يعطيك العافية إن شاء الله إن شاء الله وإن شاء الله إني أتحدى هذا المرض بعزيمتي وقوتي وإرادتي عشان أخذ هذه أحسن هدية أنا تلقيتها صحيح وأحطها عندي